من وقت ما راجل جهادي مطب علينا من امريكا لتونس، وناس كتير قوي عماله تقول لك ايه الراجل ده اقل من ان هو يمسك الترجي، الراجل لسه سنه صغير محتاج ان هو ياخد خبرات، وناس تانية تقول لك يا جماعه الراجل تكتيكيا عنده افكار مميزه جدا والراجل محتاج فرصه. بس بسم الله ما شاء الله ماشيين بنفس المبدا المصري الاصيل، الراجل كسب مباراه يبقى الترجي فريق ممتاز وراجل جهادي افكاره الفنيه بتبان جدا في كل مباراه، خسر او تعادل مباراه يبقى راجل جهادي اقل من ان هو يمسك الترجي التونسي. يا اخوانا ارسلكم على حل، ارسلكم على مكان، هل الراجل مدير فني كويس ولا راجل مدير فني سيء؟ لان الاحصائيات بتاع مباراه امبارح بتقول ان الراجل لعب وان سايد جيم على النجم الساحلي، الراجل قدام النجم الساحلي الاستحواذ بتاعه 55% اجمالي التسديدات 19 تصويبه، تسديدات على المرمى 7 تسديدات، تسديدات خارج المرمى 7، ايقاف التسديدات 5 تسديدات. طب الناحيه الثانيه النجم الساحلي كان بيتفرج؟ اه والله النجم كان بيتفرج، النجم شايط 3 تصويبات على المرمى 0، تسديدات خارج المرمى 2، ايقاف تسديدات 1، يعني بالصلاه على النبي مرمى معز بن شريفيه ما راحش عليه ولا كره في المباراه. فلما تقعد تتكلم على ان الراجل الجعايدي مدير فني اقل من الترجي التونسي فبامرت ايه؟ معلش يعني الراجل في مباراه مهمه جدا قدام النجم الساحلي لعب على النجم الساحلي وان سايد جيم، نجم المباراه في النجم الساحلي حارس المرمى علي الجمل، نجم المباراه اللي برضو بالنسبه لي انا بحمل له الهدف الثاني لان الهدف الثاني الراجل كان تمركزه غريب جدا، بس بصراحه محمد علي بن رمضان حطها وساعدته جدا في البند اللي هو عامله. هتقول لي بالنسبه للنجم الساحلي الاصابه بتاع المساك فرقت وايه قبل مسكني لما نزل الموضوع بدا يتغير؟ هقول لك عزيزي حتى وجود اللعيب اللي هو جوفرين، بص هو سوبر سكور عتوليو جوفرين مش عارف ازاي بس هو مش عارف اسمه ممكن يكون مختلف، اللي هو جنبه حسين بن عياده بيلعب مساك معاه، وحسين بن عياده اساسا اللي انا عارفه ان حسين بن عياده المفروض ان هو كان بيلعب باك شمال، بس ممكن يكون محمد يكن ده كان بيلعب مساك. بص في حاجات كتيره قوي في النجم الساحلي انا مش عارفها عشان بصراحه عشان ما افتيش فيه، بس انا متاكد منه ان حسين بن عياده ما كانش بيلعب مساك. بس بصراحه يعني الاثنين المساكين بتوع النجم الساحلي في الكره العاليه اذا كان عبد القادر بدران او محمد طجاي الاثنين مميزين جدا جدا بالكره العاليه. وطبعا نص الملعب لو اتكلمنا على خبرات زي خبرات كولوبالي، لو اتكلمنا على غيلان شعلاني، لو اتكلمنا على محمد علي بن رمضان، فانت عندك ثلاثه تقال جدا جدا في نص ملعب الترجي التونسي. انا بشوف ان الثلاثه دول افضل خط نص في تونس كلها مع احترامي لكل الفرق في تونس. بعد ما خلصنا نص الملعب لو بصينا على الشكل الهجومي فهنلاقي ان صابر بوغرين وكينجز ليدو وانيو ايولا محتاجين نتكلم احنا على الاثنين الافارقه دول، لان الاثنين الافارقه دول مع احترامي يعني مش دول اللعيبه اللي الترجي التونسي كان بيروح يجيب افارقه عاملين ازاي. يعني الافارقه بتاع الترجي التونسي زمان كان الوضع مختلف جدا، انما احنا بنتكلم دلوقتي على لعيبه مستواها متقارب بالنسبه للعيبه التونسي توانسه، ودي مشكله كبيره بالنسبه للترجي، لان الترجي زمان كان عنده تركيبه مميزه، هات افارقه محترمين جدا، روح الجزائر هات لعيبه مميزه جدا هتسيطر على افريقيا. ده اللي كان بيعمله الترجي التونسي اخر 3 4 سنين، بس بعد كده لقينا ان هو الموضوع بدا يتغير من بعد ما وائل الشعباني ما مشي، ولقينا ان الدنيا بدات تتغير من بعد رحيل يوسف بلالي، وبدانا نلاقي لعيبه كتير في الترجي التونسي افارقه بتتغير كل سنه، وبدينا نلاقي ان كل الفكره في الشق الهجومي حوالين حمدو الهوني اللاعب الليبي. حمدو الهوني اللي غيابه النهارده او غيابه امبارح كان مؤثر جدا، غيابه في كل وقت عن الترجي مؤثر جدا بالنسبه لحمدي. حتى صابر بوغرين معوضه، بس صابر بوغرين لعيب كويس، بس حمدي برضه لعيب تقيل في المكان ده. محمد علي بن رمضان عمل مباراه مميزه جدا، والهدف الثاني بالنسبه لي جميل جدا ان تصويبه بن رمضان عملت بامب، غير بصراحه ان انا هرجع اشوف ان تمركز الحارس علي الجمل كان غلط في الكوره، وان هو كان واقف في مكان غريب جدا وهو ما توقعش ان الكوره تعمل بامب، فلما عملت بامب راحت بعيده قوي عنه. بس بصراحه ما ينفعش انك تتكلم عليه في لقطه هدف، لان الراجل بسم الله ما شاء الله شايل اكتر من 3 4 اهداف محققين للترجي التونسي. وطبعا مش هتكلم على قوه عبد القادر بدران في الزاويه الهجوميه، لان الراجل ده بالنسبه لي واحد من المساكين المميزين جدا ككوره، مميزين جدا استلام، مميزين جدا ككور عاليه، مميزين ككرات ارضيه، فراجل بسم الله ما شاء الله مساك مميز جدا. بن عياده الناحيه الثانيه والمساك اللي كان موجود جوفرين قبل ما يتصاب كانوا عاملين اداء كويس، بس لما جوفرين اتصاب وقبل مساكني نزل الموضوع كان صعب شويه بالنسبه للنجم الساحلي. غير النجم الساحلي ال 4-1-4-1 ما كانتش عارفه تجيب مع ال 4-3-3 بتاع لعيبه الترجي التونسي، لان زي ما اتكلم لعيبه الترجي التونسي في نص الملعب قوة كبيرة جدا، كولوبالي، محمد علي بن رمضان، لعيب زي غيلان شعلاني، احنا بنتكلم عن نص ملعب صعب انك تسيطر قدامه بال 4-1-4-1، فكانت فكرة غريبة جدا بالنسبة للنجم الساحلي والمدير الفني بتاعهم اللي هو زي لسع الشابي. بس افكار فنية تحترم، بس لما بتخسر لازم تقعد تتكلم عن الافكار الفنية اللي هي ما كانتش جيدة، لأن الأفكار الفنية بتحترم لما بتعمل نتائج إيجابية، إنما الأفكار الفنية لما بتخسر أو بتعمل نتائج سلبية ويتلعب عليك أون سايد جيم يبقى لازم تتقال عليها إن هي أفكار غبية.
ألف مليون مبروك لجمهور الترجي التونسي على تصدر المجموعة وعلى فوز في مباراة صعبة قدام خصم صعب زي النجم الساحلي. 2-0 هارد لاك لكل جمهور النجم الساحلي. ما زال الحديث بقية إلا لو شباب بروزداد قدر إنه ياخد نقطتين وقتها هتكونوا خارج البطولة رسميا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رأيك ويحترم. بس عايزين حد يرسى بس على تقييم رد جعيدي.